السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة، ونستكمل باقي حلقات الهمزة المتوسطة. اليوم إن شاء الله نأخذ الهمزة المتوسطة على السطر، معذرة إذا كانت الحلقات هتستكمل 5 حلقات أو 6 أو 7 حلقات، لكن أنا بديها لكم بصورة مبسطة وعلى قدر المستطاع بقلل من كثرة المعلومات في الحلقة حتى يستفيد الجميع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله. نقول كيف تكتب أو متى تكتب الهمزة المتوسطة على السطر؟ وكلمة الهمزة المتوسطة تعني أن الهمزة التي في وسط الكلمة. طيب، تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا كان ما قبلها مد بالألف. لو هي مفتوحة، ركز معايا، هنكتب الكلمة دي دي تمشي ايه بقى؟ ركز معايا، ركز. قراء، دي همزة متطرفة يا أستاذ، برافو عليك، أصبحت متوسطة. ونغير التشكيل بتاعها، قراءته. هنا الهمزة مفتوحة وما قبلها ألف مد. إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ألف مد تكتب على السطر. طيب، ناخد كلمة أخرى. توأمان، ما فيش ألف مد يا أستاذ، برافو عليك، بس قبلها حرف ساكن، واو ساكنة، تو. يبقى تكتب الهمزة على السطر إذا كان ما قبلها ألف مد أو ما قبلها واو ساكنة، واو إيه ساكنة. ناخد كمان كلمة. طب هنا وضعها ايه؟ تكتب الهمزة على السطر، هنا تكتب الهمزة على السطر إذا كانت تأتي بعد مد بالواو. هدوءك، هدوءك. ناخد كمان كلمة، ناخد كمان كلمة. باللون الأزرق. طيب، دي وضعها ايه؟ موقف ايه؟ دي مضمومة يا أستاذ، تمام، مضمومة، ولكن لا يمكن اتصالها بالحرف الذي قبلها. بمعنى، لأن لو اتصلت بالحرف اللي قبلها مش هتكتب على السطر. يبقى تكتب الهمزة المتوسطة على الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مضمومة ولا يجوز اتصالها بالحرف اللي قبلها. ليه ما يجوز؟ ليه؟ لأن الدالة تتصل بالحرف الذي يأتي بعدها.
كمان كلمة نفس القصة كده. اقرأوا اقرأوا. خد بالك الالف، الف الالف اللي بدون همزه دي دائما ياتي مكسور. اقرأ، والحرف اللي بعده كثيرا ياتي ساكنا. اقرأوا، كتبت الهمزه ايضا على السطر. ليه؟ لانها مضمومه ولا يجوز اتصالها بالحرف الذي قبلها. ركز معايا. طيب ناخد بعض كلمات كده ونقول دي اسبابها ايه. قول لي سبب الهمزه دي ايه. وضوءك ليه؟ ليه هنا؟ ليه هنا؟ ليه كتبت على السطر؟ ليه كتبت هنا على السطر؟ ركز. ها؟ وضوءك مثلها مثل هدوءك. كتبت على السطر لأن ما قبلها مد بالواو. ركز معايا. ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة وما قبلها مد بالألف. ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة وما قبلها واو ساكنة. ترسم الهمزة على السطر إذا كانت مفتوحة وقبلها مد بالواو. تمام؟ ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مضمومة ولا يجوز اتصالها بالحرف الذي قبلها. يبقى عندي أربع قواعد للهمزة المتوسطة على السطر. للهمزة المتوسطة على السطر. هناخد كلمة زيها كده مثلا، كلمات كثيرة هناخدها إن شاء الله، كلمات كثيرة إن شاء الله الآن. ها؟ أول قاعدة، الهمزة المتوسطة ترسم على السطر إذا كان ما قبلها مد بالألف. ترسم الهمزة على السطر إذا كان ما قبلها مد بالواو. يبقى الألف والواو. تمام؟ ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كان ما قبلها واو ساكنة. ترسم الهمزة على السطر إذا كانت مضمومة ولا يجوز اتصالها بالحرف الذي قبلها. أربع قواعد أخذنا هذه الكلمة. نأخذ كمان كلمة. توأم، توأم كتبت على السطر ليه؟ لأن ما قبلها واو ساكنة. ركز كويس جدا، ركز كويس جدا. طيب ناخد كلمات إملائية واحنا بنكتب. هنكتب كلمة تفاؤل. تفاؤل، تفا يبقى التاء لوحده والفاء مد بالألف لوحده. تفاؤل، قل همزة ولا قل. ماشي، قل. ركز. تفا قل، اكتب همزة عليها يا استاذ. برافو عليك على السطر. طب على السطر ليه؟ لان ما قبلها مد بالالف. تفاؤل، تفاؤل.
ركز. أص 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 دقائك أك. همزة على السطر ليه؟ لأن ما قبلها مد بالألف. رؤوس رؤوس رو الراء مضمومة. عرفنا ليه الحركات مهمة وخاصة في بداية التعلم؟ عشان الهمزة، خاصة بالهمزة. رؤو 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 آه. هي يا أستاذ مش الهمزة تكتب على واو إذا كانت مضمومة أو ما قبلها مضموم، صح؟ بس تكتب على واو، هقول لك تكتب على واو امتى، بس مش الحلقة دي إن شاء الله، الحلقة القادمة. رؤوس رؤو أو أو همزة مضمومة اهي. رؤو رؤوها رؤوها رؤوس. ليه كتبت على السطر؟ كتبت على السطر لعدم اتصالها، ما ينفعش تتصل بالراء، يعني ما ينفعش تشبك في الراء. مضمومة ولكن الحرف اللي قبلها لا يجوز اتصالها به، لا يجوز ان انا اشبكها فيه، لان انا ممكن اشبك كده مثلا، مثلا باء هنا وهنا همزه. طب ليه هنا كتبت؟ لان يجوز اتصالها، انما هنا لا يجوز اتصالها. تمام. كمان مرؤوس مر ميم وراء، الاثنين نطقوا مع بعض اهو، يبقى الراء ساكنه. مر او او همزه مضمومه، همزه مضمومه اهي، همزه مضمومه، لكن لا يجوز اتصالها بحرف الراء. مرؤوس تمام. تشاؤم ويجوز أن تقرأ تشاءم، ويجوز أن نكتبها إيه؟ تشاء. شوف تشاء ساكنة تكتب على السطر، لكن دي همزة متضطرب. تشاءم ليه كتبت على السطر؟ لأن ما قبلها ألف مد. ركز معايا بقى، يبقى ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كان ما قبلها ألف مد وهي مفتوحة وهي مضمومة. ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة وقبلها واو ساكنة. ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مفتوحة وقبلها واو مد. هدوء. ترسم الهمزة المتوسطة على السطر إذا كانت مضمومة ولا يجوز. هنا بقى لا يجوز اتصالها. هنا لا يجوز اتصال تشاؤم. لا يجوز اتصالها بالألف المد. نكتفي بهذا القدر. نكتفي بهذا القدر عشان الحلقة تبقى إيه؟ يعني خفيفة. يبقى أنا عندي الهمزة المتوسطة على السطر تكتب على السطر إذا كان قبلها ألف مد. تكتب على السطر إذا كان قبلها واو ساكنة. تكتب على السطر إذا كان قبلها مد بالواو. تكتب على السطر إذا كانت مضمومة ولا يجوز اتصالها بالإيه؟ بالحرف الذي إيه قبلها. طب لو قال لي تفاءل
ترسم على السطر إذا كانت مفتوحة وقبلها ألف مد. أصدقائك، أصدقائك. أصلاً إيه؟ أصدقاء، والكاف هنا كاف ضمير. رؤوس كتبت على السطر لأنها مضمومة، لكن لا يجوز اتصالها بحرف الراء، يعني ما ينفعش أشبكها في الراء. نفس الكلام مرؤوس. تشاءم أو تشاؤم، الاثنين صح. نكتفي بهذا القدر. أي استفسار أي تواصل بلس 2010 2169941 أو زائد 2010 2011 69941 أو من مصر 010 2011 69941. ولقاء آخر نترككم في رعاية الأونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.